جزاكم الله خيرا. هل يسن للإنسان قراءة سورة الفاتحة قبل البدء بالدعاء؟ وهل هذا وارد عن الرسول؟ وإذا لم يكن وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل من مانع في ذكرها خاصة وأنها وردت في أول القرآن؟ المشروع في الدعاء أن يبدأه بالحمد لله وأن يختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أتى بلفظ الفاتحة أو بغير ذلك. فإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم دعا لما تيسر، فقد أتى بالحمد والثناء على الله في بداية دعائه. وإن أتى بلفظ آخر كان يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يدعو كذلك. المهم أنه يبدأ الدعاء بالحمد ويختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من آداب الدعاء. نعم.